فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للحامل إسقاط الجنين عندما تكتشف أنه معاق لأن لديها ولد معاق قبله؟ لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا خشي على أمه، إذا خشي على أمه من بقائه وقرر الأطباء ذلك أن على أمه خطرا فيباح إلقاؤه، أما بدون هذا فلا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.